استلمت رسالة من سعادة الأخ الفاضل غانم البعينين وزير المجلسين تأجيل سؤالي الصادر في 9 يناير لسعادة وزير الإسكان. لكي لا أظلم أحد تبحث عن سبب التأخير. يفترض مدة 3 أسابيع انتهت، إلا أن وجدت الخلل ليس من الوزارة، من الأمانة العامة. تم إرسال السؤال في 19 يناير، 10 أيام ليرسل سؤال من الأمانة للوزارة المعنية. هذا رقم كبير وتعطيل لأسئلتنا. أتمنى معالي الرئيسة أن يأخذ في الاعتبار مرة أخرى أن السؤال لا يتجاوز مدة انتظاره أو مكوثة داخل الأمانة العامة 3 أيام. التأخير هذه يسبب لي ضرر أنا كنائب.